قبل ما نكملوا معاك سي رياض، اعطينا ليفينمون اللي سمعت به هنا باش يصير في لا سيتي دي سيونس، وكيفاش الناس تنجم تسجل فيه باختصار شديد. خلينا معاش انا برشا وقت. دونك في اطار نشر الثقافه العلميه وتبسيط العلوم وتحفيز المواطنين على الاهتمام بالعلم، دون لو بوت باش نشر الثقافه العلميه. دونك الاهتمام بالعلم والبحث العلمي وابراز الابحاث العلميه، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مدينة العلوم حفل العلوم السنة اللي باش تحتضنه مدينة العلوم، قصر العلوم بالمونستير، وقرية العلوم بتطاوين. أيام قديه؟ أيام 30 و 31 أكتوبر. هي فرص للأساتذة الجامعيين والمدرسين والباحثين والجمعيات والنوادي العلمية باش يشاركوا في التظاهرات، هذوما مهمين برش باش نحاولوا نبسطوا المعلومة للمتلقي، باش نبسط ننشروا ونحبوا نردوا الثقافه العلميه حاجه سهله واكسيسيبل، والمواطن يولي يوميا يتبعها. العمليه سهله برشا، تدخل على الموقع www.fetdelascience.tn، تسجل المشاركه نتاعك وتحط شنو تحب تقترح باش تقدم. تحب تقدم اختراع والا بحث والا محاضره، والناس الكل قدره ربي باش نقبلوه. الناس الكل، جو دي بيان، الناس الكل الموجودين في الجمهوريه مهما تكون المستوى العلمي، الماده اللي باش تقدمها، ومهما تكون فانا بلاصه، وعندك الشوا تكون في مدينه العلوم ولا في قصر العلوم ولا في والا في تطاوين. دونك التسجيل يمتد الى غايه 15 اكتوبر، وهي فرصه باش نعرفوا بالعلوم نتاعنا. شكرا، ميرسي بوكو سي رياض، مرحبا بك ديما بحضنا.